بالنسبة للتي فحكينا إنه في عنا عدة طرق لحتى نبنيها. أحد الطرق ممكن نبنيها من استخدام الجي كي فليب فلوب، ممكن كمان نبنيها باستخدام الدي فليب فلوب. خلينا نبنيها نحن حاليا على المالتي سيم باستخدام الجي كي فليب فلوب ونشوف الفانكشن تيبل لإلها. فأول إشي رح أحتاج لجي كي، حطول من هون الجي كي وحكينا اسمها 7473. هنحتاج برضو لسنجل بول دبل ثرو، هحتاج لاثنين، هحتاج برضو ل VCC وGround، لحتى تصير تي لازم أشبك الجي والكي مع بعض، فراح أشبك الجي مع الكي بهذا الشكل. هشبكهن تنتين على سويتش واحد، راح أشبك الكلوك على سويتش تاني. أطراف السويتش الأول واحد على الـ VCC واحد على الـ Ground، نفس الاشي للسويتش الثاني. حكينا المرة الماضية انه الكلير لازم نشبكها على الـ VCC. خلينا نعمل run ونعبي الفونكشن تيبل، نشوف الحالة الأولى لما t بتساوي صفر، ونشوف الرايزنج ايدج للكلوك. طبعا على الفولينج ايدج ما رح يصير أي تغيير، بس على الرايزنج ايدج ممكن يصير تغيير. زي ما احنا ملاحظين إنه لما تكون t بتساوي صفر، حالة الكيو بتضلها نفس الحالة السابقة. على الرايزنج ايدج للكلوك ما بصير عندنا أي تغيير. طيب خلينا نخليها تصير واحد لكيو، فبدي أخلي التي تصير واحد. على الفولينج إيدج ما صار أي تغيير. طيب على الرايزنج إيدج صار الكومبليمنت للحالة السابقة، فصارت الكيو صفر مع إنها كانت واحد، والكيو برايم صارت واحد وكانت بالبداية صفر. فمعناها لما التي تكون واحد على الرايزنج إيدج للكلوك راح يصير في عنا كومبليمنت للتنتين، للكيو للكيو برايم. أما لما تي صفر حيصير حتضلها الحالة السابقة محفوظة. يعني خلينا نرجع تي صفر هون ونشوف على الرايزنج ايدج للكلوك شو حيصير. ضلت الحالة هاي من دون تغيير. طب خلينا نحط تي واحد، على الفولينج ايدج ما صار أي تغيير، بس على الرايزنج راح تنقلب الحالة السابقة. نرجع هاي صفر. المفروض كونه التي صفر انه ما يصير اي تغيير، بس على الرايزنج ايدج ما رح يصير اي تغيير. نرجعها واحد، الرايزنج ايدج صار الكومبليمنت، برضو الكومبليمنت. نخلي هاي واحد صفر، بدي ارجعها لتي، المفروض تضلها الحالة محفوظة. فمعناها هون no change لما تكون التي صفر، no change no change، ولما تكون التي واحد حيكون الكومبليمنت.